بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع نصر الله عن الترسيم، المقاومة ستتصرف عند الخطر، ورئاسة الجمهورية تبلغ هوكستاين تمسك لبنان بحقل قانع كاملا، نقرأ في الأخبار اللبنانية. وفي البلاد الجزائرية نطالع كلمات ممثلي الدول الخليجية في الأمم المتحدة الخاصة بالصحراء الغربية، مغالطات لتضليل الرأي العام الدولي. وتركيا وطائراتها المسيرة في أفريقيا، هل هو تحول إلى القوة الخشنة؟ نقرأ في ميدل إيست آي. وفي الميادين نت نقرأ لأحمد الدرزي من التنف، معادلات جديدة. كاتب اليوم مصطفى نور الدين حول مادة الميادين نت بعنوان انتقادات لفيسبوك، لماذا تخطط الشركة لتغيير اسمها؟ وفي الحدث هذا اليوم عودة الحديث في تركيا عن عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري، هل ما زال ذلك ممكنا؟ وفي جديد اليوم الاتحاد الأوروبي يرفض تمويل الأسلاك الشائكة بوجه المهاجرين. وضيف اليوم دانيال عبد الفتاح. أهلا بكم. نصر الله عن الترسيم، المقاومة ستتصرف عند الخطر، رئاسة الجمهورية تبلغ هوكستاين تمسك لبنان بحقل قانا كاملا. تقرير في صحيفة الأخبار اللبنانية يتوقف عند الرسالة الأهم التي بعث بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. يقول التقرير بعدما حاول العدو الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية استغلال حالة التراخي على المستوى الرسمي اللبناني لفرض وقائع ميدانية تسمح له بالسطو على الغاز المحتمل وجوده في قعر البحر، أعلن الأمين العام لحزب الله أن المقاومة ستتدخل عندما تجد أن إجراءات العدو تشكل خطرا على حقوق لبنان. نصر الله كرر أن الحزب ينتظر ما ستعلنه الدولة اللبنانية، لكن المقاومة لن تسمح للعدو باستغلال مرحلة المفاوضات الحالية من أجل استخراج الغاز أو النفط من المنطقة الخاضعة للتفاوض. تحدث نصر الله عن طلب العدو من إحدى الشركات بدء التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، قائلا إن قدرة المقاومة أعدت لحماية ثروة في لبنان من الأطماع الصهيونية. وفي الوقت المناسب عندما ترى المقاومة أن نفط لبنان في دائرة الخطر فستتصرف على هذا الأساس. خطاب الأمين العام لحزب الله يضيف ورقة قوة إلى جعبة الدولة اللبنانية التي لم تعلن بعد موقفا موحدا من مسار التفاوض، تقول الصحيفة التي ذكرت أيضا أن رئاسة الجمهورية أبلغت الوسيط الأمريكي إصرار لبنان على الحصول على كامل حقل قانا. نجدد الترحيب بضيفنا من اسطنبول دانيال عبد الفتاح، وحضرتك صحفي متخصص في الشؤون التركية، أهلا وسهلا بك. إذا سيدي، انطلاقا مما جاء في صحيفة الأخبار، الدولة اللبنانية لم تعلن موقفا موحدا من مسار التفاوض بعد، ولكن حديث السيد نصر الله عن أن المقاومة ستتدخل عندما تجد أن إجراءات العدو تشكل خطرا على حقوق لبنان، إلى أي مدى يقوي ذلك الموقف اللبناني ويردع إسرائيل؟ مرحبا وتحية لك وللسادة المشاهدين. نعم، الموقف اللبناني عندما لا يكون موحدا فهذا هو شأن طبعا لبناني، وهو تكتيك من التكتيكات الاستراتيجية التي تتخذها عادة الدولة اللبنانية ضمن المعطيات وضمن الظروف التي تعيشها في المرحلة الحالية من إضعاف لقوتها ولإمكانية التدخل الدولي والإقليمي في شؤونها. الحديث الذي يتقدم به السيد نصر الله وعندما يقول بأن المقاومة ستتدخل، فهذا طبعا يجعل القوى الإقليمية والأعداء ينظرون إلى الموضوع بجدية، ويعني ذلك أن هناك تنسيق عالي المستوى داخل الدولة اللبنانية بين الأطراف الفاعلة والحقيقية التي تمثل الدولة، ومنها طبعا ما يمثله السيد نصر الله. لذلك ينظر عالميا وينظر إقليميا أيضا بوجه دقيق ويعطى وزن حقيقي لكل ما يقوله، وهذا ما يتابع يعني في المنطقة، في تركيا، في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية. عادة ينظر إلى كل ما يقوله وكل حرف يعني ينطق به الجانب اللبناني ممثلا
كلام السيد نصر الله، هذا يعني بأن هناك قرارا حقيقيا صحيح. لا يوجد كما ذكرت صحيفة الأخبار موقف موحد في الدولة اللبنانية ضمن قوسين، لكن هذا يعني بأن الدولة اللبنانية في النهاية تتحدث وتعطي مواقف حقيقية ضمن مستويات القوة وضمن مستويات التأثير الاستراتيجي وليس التأثير التكتيكي، لذلك له وزن وأعتقد بأنه يؤخذ على محمل الجد ويغير في جميع الموازين الموجودة حاليا فيما يخص هذه القضية. إلى ملف آخر، هذه المرة من صحيفة البلاد الجزائرية التي نشرت تقريرا لافتا بعنوان كلمات ممثلي الدول الخليجية في الأمم المتحدة الخاصة بالصحراء الغربية مجرد مهاترات ومغالطات سخيفة لتضليل الرأي العام الدولي. والكلام هنا لمصادر خاصة تحدثت للبلاد تعقيبا على تصريحات الممثلين الدائمين للسعودية أو الممثلين الدائمين للسعودية وقطر في الأمم المتحدة بخصوص الوضع في الصحراء الغربية. المصادر وصفت ما جاء من مواقف سعودية وقطرية في الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية بأنها مجرد تكرار لمواقف سابقة يقف وراءها النظام المغربي. وأضافت هذه الدول ساهمت في إشعال الأزمات الداخلية في سوريا واليمن وليبيا والسودان والعراق ولبنان في الوقت الذي تبقى فيه عاجزة عن الدفاع عن مصالحها الحيوية في صراعاتها الإقليمية بل حتى في محيطها المباشر، فضلا عن الانقسامات التي تتعارض مع مفاهيم الوحدة العربية الإسلامية. وتختم المصادر بالقول: نتفق مع كل من هو حريص على تحقيق الأمن والاستقرار ورفض المساس بالمصالح العليا للدول، فلنباشر بتطبيق هذه المبادئ السامية على الشعب اليمني الذي انتهكت سيادته واقترفت في حق شعبه المجازر الدموية التي تجاهلها المجتمع الدولي. أستاذ دانيال، إذن الجزائر تحمل السعودية وقطر مسؤولية الأزمات الخطيرة التي ضربت سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان والسودان، ماذا كانت نتيجة هذا المسار الذي اتبعته هذه الدول بعد عقد من الزمن؟ أين فشلت مخططاتها وأين نجحت؟ يعني للأسف أن هذه الدول لم تخطط وهذه الدول لم تنفذ وهذه الدول لم يكن لها أي تأثير في كل ما حصل، هي فقط دول تتبع التعليمات وتقوم بتنفيذ كل التعليمات الصادرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الذين وضعوا مخطط ما يسمى بالربيع العربي. يعني هي دول ليست فاعلة، هي مفعول بها، ولذلك كل ما قامت به هو ماثل أمام الأعين الشهود. لذلك كل ما تم تنفيذه وكل ما قامت به وكل ما عملته في كل المناطق المذكورة في كما تفضلت في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا يؤدي في المحصلة إلى نتائج واقعية وحقيقية تقول بأنها كانت أداة، هذه الأداة دمرت وقتلت وهجرت وأحرقت وخربت بيوت ودول وأوطان الأمة العربية والدول العربية التي كانت مستهدفة في هذا المشروع. هي الآن إذا وضعنا الصورة والخارطة أمام عيوننا سنجد أن تلك العواصم التي قامت بتنفيذ التعليمات وكان تنفيذها أيضا فاشل، يعني للأسف الشديد، يعني حتى في العمالة، يعني حتى في العمالة كان لديها أخطاء كبيرة وكانت مفضوحة وارتدت عليها وهي حتى الآن لم تستطيع التخلص من هذه العمالة ومن هذه الأخطاء، ولا تستطيع أيضا أن تقول للمشغلين الذين يقدمون لها التعليمات، لا تستطيع أن تناقشهم لأن هذه التعليمات التي توكل لهم والأوامر التي تعطى لهم أنها غير مجدية وأنها غير مؤدية إلا إلى دمار وإلى خراب وثم تراجع في المواقف. انظر إلى مواقف تلك الدول، يعني إن كان يعني قطر، والآن قطر أصبحت دولة تابعة لتركيا لنجف الأمراض، تعاون معه في عمليات معروفة ومشبوهة ليست أقلها ما يحصل حاليا في القارة الأفريقية، إضافة إلى ذلك كل ما حصل في سوريا وفي
في ليبيا وما هو الآن في اليمن، وأيضا لا نستبعد طبعا ما يحصل في لبنان والعراق. لذلك واضح. هذا الموضوع واضح طبعا، واضح يعني واضح، لا يستطيعون أن يناقشوا تلك الدول ولا يستطيعون أن يقولوا بأنهم أخطأوا، وهم الآن يحاولون العودة والنزول من على الشجرة. هناك طبعا مؤشرات في هذا الموضوع في تقاربهم مع دمشق. نعم. وإلى الصحف الروسية التي اخترنا منها هذا اليوم تقريرا لصحيفة إزفستيا، وفيه تتحدث الصحيفة عن لقاء الساعات الخمس الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت في سوتشي. الاجتماع الذي وصفه مكتب بنت بالدافئ طغت عليه التطورات في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار تنقل الصحيفة عن الرئيس الروسي أن موسكو تبذل جهودا لاستعادة سيادة الدولة السورية وتدعيمها. وبحسب الصحيفة فإن بنت لم يذكر سوريا وإيران في حديثه في حضور الصحفيين إلا في نهاية كلمته، فقد تم إيلاء المزيد من الاهتمام للجوانب الإيجابية للتعاون مع روسيا بما في ذلك التعاون الاقتصادي، مما يؤكد وجود إشكالية في هذه القضية. أستاذ دانيال، ملف سوريا وإيران بالطبع كان على جدول المحادثات في أول زيارة لبنت إلى روسيا منذ توليه منصبه، ما هي حدود ما يمكن أن تقدمه موسكو لإسرائيل في هذين الملفين؟ يعني نلاحظ دائما أن السياسة الروسية والذي تقدم عليها هي سياسة التوفيق بين الأطراف والبحث عن المصلحة المشتركة ثم عدم التصادم. يعني هذه النقاط الثلاثة دائما تكون موجودة على رأس أولويات العمل في موسكو. بالتحديد مع إسرائيل هناك خصوصية، يعني هناك خصوصية معروفة بالنسبة لإسرائيل والعلاقة مع الاتحاد الروسي. هذا طبعا يثير الكثير من التساؤلات، يثير الكثير من الدراسات، كثير من مراكز الأبحاث تعمل حاليا ومنذ فترة طويلة على فهم تماما فهم السياسة الروسية، وأين يكون هناك مد وأين تذر وأين يكون هناك إمكانية لأن تقدم روسيا لحلفائها في المنطقة أو أصدقائها، يعني حلفاء في سوريا أو أصدقاء في إيران، ماذا يمكن أن تقدم لهم وماذا يمكن أن تأخذ مقابل ذلك. هذا موضوع دائر وهو بحث، وهو بحث حقيقي، لا يمكن يعني تحديد تماما ماذا يمكن أن تقدم وماذا يمكن أن تؤخر، لأن أعتقد أن موسكو تعمل حاليا على كل خطوة بسياستها وبمقتضاها، وهي تسعى دائما لأن يكون هناك نوع من التوافق ونوع من تحقيق المصالح الروسية، إضافة إلى عدم التصادم مع الجانب الإسرائيلي. هو بهذا الإطار يتم العمل، وهذا هو دائما الميزان أو لنقل المعادلة التي تتبعها موسكو. الرئيس الأذربيجاني علييف مسؤولية استراتيجية وليس ذخرا، مقال في صحيفة The National Interest يستعرض الأسباب التي تدفع الغرب إلى غض الطرف عن النظام في أذربيجان رغم استشراء الفساد فيه. أظهرت وثائق بندورا أن أفراد أسر كبار أو أسر كبار المسؤولين الأذربيجانيين اشتروا أو باعوا عقارات فاخرة تعادل قيمتها عشرات الملايين من الدولارات. وعلى الصعيد السياسي تظل أذربيجان دولة دكتاتورية استبدادية، وقد تجاهلت الدول الغربية الفساد والقمع اللذين يمارسهما علييف لأسباب متنوعة. تدافع المملكة المتحدة عن أذربيجان في المحافل الدولية بسبب الاهتمامات البريطانية بالسوق النفطية فيها، ومن ناحية أخرى ترتبط إسرائيل بعلاقات طويلة الأمد مع أذربيجان قائمة على تجارة الأسلحة في مقابل الطاقة. وخلال حرب ناغورني كاراباخ في العام الماضي استخدمت أذربيجان طائرات إسرائيلية من دون طيار ضد أهداف مدنية وعسكرية لتغيير مجرى الحرب. وتقليديا تدعم كل من إسرائيل والولايات المتحدة أذربيجان لموقعها الاستراتيجي واستعدادها للسماح بالتجسس على الجمهورية الإسلامية في إيران والقيام بعمليات ضدها. أستاذ دانيال، إذن يعني
الغرب ينظر بعين عمياء إذا صح التعبير إلى ممارسات الفساد والقمع في أذربيجان، بينما يفبرك هكذا ادعاءات ليبرر عقوباته وتدخلاته في دول أخرى. إلى أي مدى يكشف نموذج أذربيجان ازدواجية المعايير الغربية وتطويع المبادئ والقيم وفق ما تقتضيه المصالح؟ يعني هم مكشوفين طبعا، ولكن الكشف الأكثر هو طبعا في المثال الذي ذكر في أذربيجان. يعني عمليا إذا اضطر الأمر يمكن فورا أن يفتحوا ملفات طويلة وعريضة لإلهام عليه ويقدموها بشكل صريح وواضح في ويكيليكس أو عن طريق الإعلام. لذلك هم دائما يستخدمون أسلوب رجل المخابرات الذي يخزن في أدراج مكتبه الكثير من الملفات، ملفات كل شيء. يعني إذا أراد أي صحفي اليوم أن يتحدث عن أذربيجان في هذا المجال، فهناك يوجد عنده جنة من المعلومات التي يمكن أن يخرجها للمشاهدين وللقراء، ولكن لا يمكن إخراج أي شيء حاليا، لأن كما تفضلت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحتاج اليوم لأذربيجان وهي تدعمها. حقيقة هي يعني تحديدا هذه الدولة، يعني تحديدا أذربيجان، هي مثال صارخ وكبير جدا للحديث عن كل ما يتحدث عنه المجتمع الدولي والمجتمع الغربي والأمريكي والأوروبي الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان وما أجمل حقوق الإنسان في أذربيجان تحديدا وما أفضلها، وأيضا يتحدثون عن الحريات وعن الديمقراطيات وعن الفساد. فالفساد تحديدا هو صناعة أذربيجانية، يعني هو تحديدا يعني صدر من أذربيجان في كل دول العالم. لذلك الآن طالما أذربيجان تنفذ وطالما أذربيجان تمتلك الطاقة وتمتلك أيضا الموقع الاستراتيجي الذي هو مطلوب في كان الجمهورية الإسلامية في إيران أو في الاتحاد الروسي أو ضد موسكو ضد الصين، يعني في منطقة حساسة واستراتيجية وقد تمكنت إسرائيل من الدخول فيها والسيطرة عليها. لذلك أذربيجان الآن هي كيوت محترمة جيدة تلتزم بكل حقوق الإنسان وبكل شيء، ولا داعي أبدا لأي عقوبات عليها إن كانت قيصرية أو غير قيصرية. نعم، وليس بعيدا عن ملف العلاقة مع إسرائيل، اخترنا أن نضيء على ما ورد في تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية حول الاحتجاجات في السودان التي تطالب بتسليم السلطة للحكم المدني. تتوقف المجلة عند نقاط القوة التي يمتلكها المكون العسكري في السودان، فتشير إلى سيطرتهم على مفاتيح الاقتصاد في البلاد، إضافة إلى سيطرة الجيش على السياسة الخارجية. ففي حين كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وهو مدني مترددا في توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، جاء موقف الجيش السوداني حاسما في نهاية المطاف بدعم هذا الاتفاق. أما على الصعيد الإقليمي فيمكن أن يبعث الانقسام بين المدنيين والعسكريين بإشارات متضاربة، فحمدوك الذي أمضى جزءا من حياته المهنية في أديس أبابا يعتبر أكثر تعاطفا مع الدولة المجاورة ومشروعها الضخم سد النهضة الإثيوبي الكبير، في حين أن القادة العسكريين السودانيين على غرار حلفائهم المصريين عارضوه بشدة. أستاذ دانيال، يعني وسط التظاهرات والتطورات التي يشهدها السودان، يتنامى القلق من عدم تسليم العسكريين رئاسة المجلس السياسي إلى المدنيين العام المقبل كما هو متفق عليه، إلى أي مدى يعكس ذلك أهداف الدور الغربي والأمريكي الحريص على أن يبقى في السلطة من يؤيد التطبيع مع إسرائيل؟ يعني لا يمكن الحديث عن أي نوع من التقدم في الملف السوداني إلا ضمن هذا الإطار. وطبعا السودان معروف، يعني هو كل التجاذبات التي تحصل هي سيطرة القضية على أن يكون هناك سيطرة حقيقية من إسرائيل وعلاقات مع إسرائيل تضع المنطقة وطبعا تضع الجزء الأفريقي من العالم العربي ضمن هذا الإطار. التأثير الإسرائيلي سيكون واضح أكثر في المرحلة المقبلة، وربما تذهب الأمور أكثر في قضية التمسك بالجناح العسكري وبقضية وضع السودان على هذا الخط. يعني لاحظي أن الشعب السوداني تعب جدا وهو منهك اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتعليميا
وفي جميع المجالات. لا يوجد الآن في السودان يعني بعد كل هذه الخطاب وبعد كل هذا الظلم الذي تعرض له المجتمع السوداني، لا يوجد حتى أي بارقة أمل في أن يكون هناك نوع من التقدم أو التغيير. كل هذا لأن دائما السياسات التي يتم اتباعها يجب أن تكون دائما ضمن ما وضعته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لكي يكون هناك سيطرة. الموضوع ليس قضية أن هناك يعني مصالح داخلية أو مصلحة وطنية داخلية يدافع عنها هذا الجناح، بل هي طبعا كما ورد في التقرير قضية واضحة تماما. هل يكون السودان ضمن الجناح أو ضمن السياسات التي تدعم التوجه الإسرائيلي وتدعم عملية السيطرة والضغط وخنق المنطقة؟ والسودان طبعا هو المركز الأساسي لانطلاق هذه العملية في شمال أفريقيا. إذن الغرب والولايات المتحدة دائما يدعمان من يقف في صف إسرائيل. وختام جولتنا من موقع ميدل إيست آي ومقال بعنوان تركيا وطائراتها المسيرة، هل هو تحول إلى القوة الخشنة؟ يقول بعض المحللين إن تركيا ربما تتجاوز نهج قوتها الناعمة لتؤدي دورا أكثر تأثيرا في السياسة الأفريقية بالنظر إلى مبيعات الطائرات المسيرة التركية في جميع أنحاء أفريقيا إلى جانب التدخل التركي في بلدين أفريقيين. إن الدور الذي تؤديه تركيا في الصومال وغرب أفريقيا وانخراطها العسكري في ليبيا يبين بوضوح أنها تريد توسيع نفوذها في مختلف أنحاء القارة، يقول إبراهيم بشير عبد الله الباحث في العلاقات التركية الأفريقية في جامعة بيروت في ألمانيا. كما ينقل موقع ميدل إيست آي عن إميري كليكيسان من مركز السياسة الخارجية في أنقرة قوله إن تركيا تريد تطوير علاقاتها مع الدول المجاورة لليبيا وإنشاء قواعد عسكرية لتصبح قوة عسكرية في شمال القارة. أستاذ دانيال، يعني كما تحدث المقال مبيعات المسيرات التركية في مختلف أنحاء أفريقيا، دور أنقرة في الصومال وغرب أفريقيا والتدخل العسكري في ليبيا، هل تجاوزت تركيا بذلك حدود القوة الناعمة بحثا عن دور أكبر في القارة السمراء؟ يعني حقيقة هذا الملف بدأ اعتبارا من عام 2009-2010، وبدأت تركيا بتوسيع نفوذها طبعا في القارة السمراء عن طريق منظمة تيكا التي تعنى بالتطوير والتنمية في القارة الأفريقية وفي الدول التي تريد أن توسع تركيا نطاق نفوذها فيها. أيضا بدأت هذه العملية من خلال مساعي أحمد داوود وزير الخارجية الأسبق ووزير رئيس الوزراء الأسبق عندما كان يسعى لتطوير علاقات مع دبلوماسية مع القارة الأفريقية وافتتاح 26 سفارة جديدة في القارة السمراء. كل هذا كان ضمن مراكز تعنى بعملية تطوير والبحث ودراسة إمكانية التوسع في القارة الأفريقية. العمل الذي كانت تقوم به طبعا التي كان يرأسها رئيس المخابرات وتنفيذان وأيضا مؤسسة جديدة التي أنشئت عن طريق الرئيس أردوغان اسمها يونس أمرا، هي هذه المؤسسات التي تقوم بعملية توسيع وتطوير الدخول التركي والنفوذ التركي. أما موضوع التحول إلى من القوة الناعمة إلى القوة الخشنة، يعني عمليا تركيا تحاول ان تكون قوه ضاربه في المنطقه وفي القاره السمراء الى تدخلاتها طبعا في المنطقه بشكل عام، وهي وسعت دائره التدخل ووسعت دائره التعاون والنفوذ وتسعى للوصول الى اوسع منطقه ممكنه. طبعا يعني موضوع نقاشنا عن هل هذا ممكن، هل هذا التطور سيأتي بنتائج إيجابية، أين تعثرت، أين تمكنت تركيا، هذا بحث آخر وهو طبعا موضوع جدل وبحث. ولكن الرغبة التركية والتحول التركي بهذا الاتجاه طبعا أنا ضمن طبعا التكنولوجيا التي حصلت عليها تركيا من دول مثل إسرائيل في تطوير وصناعة وتطوير طائرات المسيرة والمقاتلات المسيرة.
المتغيرة التي هي فعلا تحقق نوع من التقدم ونوع من التحويل تركيا طبعا إلى قوة ضاربة، ولكن أيضا نستطيع أن نقول بأن هناك أسئلة وتساؤلات، وهناك أيضا مطلوب بحث ودراسة كيف وإلى أي مدى وكم هو مسموح لها أن تركيا بتوسيعها. على كل يعني سنتحدث أكثر عن تدخلات ومغامرات تركيا الخارجية في القسم الثاني من هذه الحلقة. أما الآن فإلى فقرة كاتب اليوم، حيث نناقش مع المدير التنفيذي لشركة مايكروتك سوليوشن مصطفى نور الدين مادة الميادين نت بعنوان انتقادات لفيسبوك، لماذا تخطط الشركة لتغيير اسمها؟ نتابع أولا أبرز ما ورد في هذا التقرير ثم نحاور. انتقادات لفيسبوك، لماذا تخطط الشركة لتغيير اسمها؟ الميادين نت. انتقدت منظمات غير حكومية خطوة شركة فيسبوك الأمريكية المتعلقة بتغيير اسمها، معتبرة أنها محاولة لإلهاء الرأي العام عن المشكلات والفضائح التي تواجه الشركة. وتعتزم الشركة التي تشمل بالإضافة إلى فيسبوك كلا من تطبيقات إنستغرام وواتساب وماسنجر إنشاء شركة أم تحمل اسما جديدا بحسب ما أفاد موقع The Fridge. وأشار الموقع المختص إلى أن التسمية الجديدة من شأنها أن تعكس جهود المجموعة التي تهدف إلى الانطلاق في مجال ميتافيرس الذي يوصف بأنه مستقبل الإنترنت والذي يجمع بين العالمين الواقعي والافتراضي، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق نيتها توظيف 10,000 شخص في غضون السنوات الخمس المقبلة في قارة أوروبا لدعم المشروع. وتعليقاً على قرار الشركة بتغيير الاسم، هاجمت جمعية مناهضة لفيسبوك تطلق على نفسها اسم مجلس الرقابة الحقيقي على فيسبوك القرار، معتبرة أن الشركة الكبرى تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تغيير الموضوع، كما أشارت إلى أن عملية تغيير الاسم دليل على أن فيسبوك مستعد لفعل أي شيء من أجل حرف الأنظار عن الفشل في الإشراف على منصته المليئة بالكراهية. واعتبرت الجمعية أن مشكلة فيسبوك ستبقى على حالها حتى بعد التغيير، لأن الشركة بحاجة إلى قواعد حقيقية ومستقلة بصورة فورية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المدير التنفيذي لشركة مايكروتك سوليوشن مصطفى نور الدين من جنوب لبنان. أهلا وسهلا بك. بداية، ما خلفيات قرار تغيير اسم الشركة، ولماذا تنتقد منظمات غير حكومية هذا القرار؟ صباح الخير، شكرا على استضافتك. أهلا بك. طبعا تغيير الاسم أكيد هو قرار متخذ من وقت بعيد، لأنه فيسبوك صارت أكبر من ما بدأت فيه كفيسبوك. صارت فيسبوك، صارت إنستغرام، صارت واتساب وماسنجر، ومن جديد أكثر فاتوا بعالم العالم الافتراضي Virtual Reality والAugmented Reality عن طريق their product Oculus. يعني ناتشورلي فيسبوك بدها تعرف العالم ان هي اكثر من فيسبوك، وباعتقادي هذا الاسم ما حيأثر على الفيسبوك الاب اللي نحن بنستعمله كاسم، حيكون اكثر كشركه الام مثل ما عملت جوجل بالنسبه لالفابت لما سمت حالها الفابت لتعرف العالم ان هي اكثر من سيرش انجن. نعم، ولكن عندما يكون هناك اتهامات لفيسبوك بأن الشركة تتبنى ممارسات لربما تضر بالحقيقة، تضر بالمراهقين، تضلل الرأي العام، تغيير اسم الشركة ألا يخدمها من هذه الناحية؟ يعني هي بتصور اختارت الوقت المناسب. هلأ فيسبوك عندك كثير ضغوطات بالنسبة للإعلام، وشو صار مش من وقت بعيد، وقصة كامبريدج أناليتيكا من 3 سنين، وقصة اللي كانوا الدراسة اللي عملوها لحتى يشوفوا قديش الأرباح وقديش التأثير السيكولوجي على الفيسبوك على التينيجر. في كتير كانت فيسبوك يعني مهاجمة بكذا مرحلة من مراحلها، وهلأ الإعلام أكيد عم يعني الشركات اللي تهاجمها عم تستخدم هيدي إنه فيسبوك عم تعتبر هاي وسيلة للتهرب. بس أنا باعتقادي الشخصي ما حتهرب منها بتغيير الاسم. يعني مثلاً لما شفنا جوجل غيرت اسمها لألفابت تقريبا ما تغير شيء. أنا كنت موظف بجوجل،
مش من زمن طويل، وبالفعل يعني الألفابيت هو أكثر صار مثل أكثر يعني على واقع الأرض ما غير شيء، بس إنه ضموا كل شيء تحت أمبريلا واحدة عشان يعمل مثل براندنج، يعني خلوا اسمه يصير معروف إنه أكثر من نحن والله بس سيرش إنجين أو نعم. بفيسبوك، إنه نحن بس سوشيال ميديا. أستاذ دانيال عبد الفتاح، يعني فضيحة تلو الأخرى لفيسبوك واتهامات للشركة بأنها تنشر الكراهية وتضخم المعلومات المضللة وتسعى إلى تحقيق الربح على حساب الصحة النفسية للمراهقين، بالإضافة إلى ذلك كيف تؤثر هذه التطبيقات وهذه الشركات في معارك الرأي العام حول بين الدول؟ بأن تكون طرف، بأن تكون هي الطرف الذي يستطيع أن يحدد من يقول وصوت من يسمع ومن يكتب ومن لا يكتب ومن يؤيد ومن يعارض. هذا هو أهم شيء طبعا في التأثير، وهي طبعا مؤثرة أكثر من الإعلام، مؤثرة أكثر بكثير من أي مؤسسة تقوم بعمل يهدف إلى البروباغاندا وإلى الدعاية وإلى توجيه الرأي. عندما يكون هناك كلمات ممنوعة، وعندما يكون هناك مواقف ممنوعة، إضافة إلى تأييد ودفع باتجاه مواقف مؤيدة، يعني الحديث عن موضوع الخيارات الجنسية إذا كان يؤيد موضوع الغواطة فهذا يعني بأنك إنسان متقدم ومتحضر ومتمدن، وهذا يعني بأنك مقبول ولا مانع أبدا من أن تكتب وأن تنشر وأن تكون صاحب رأي. أما إذا كنت من المعارضين لمثل هذا الموضوع أو لقضية الإجهاض أو ما يشابه ذلك من مفاهيم ومبادئ تتعارض مع النيوليبراليزم، مع الأفكار الجديدة المتحضرة كما يقولون ضمن قوسين، فهذا طبعا يكون ضمن تأثير العاملين على هذا المجال وتوجيههم. يعني الحرائق التي اشتعلت في الربيع العربي ايضا نعود اليها، والحرائق بالطبع. التي تشتعل في اطراف العالم كلها طبعا نستطيع ان نقول بانها من الجانب الفكري ومن الجانب التأييدي والاعلامي كانت موجهه من قبل فيسبوك. طب اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ مصطفى، يعني تارة تجسس وبيع بيانات المستخدمين ونشر الأخبار المضللة، وتارة أخرى نشر خطاب الكراهية والتسبب بأضرار نفسية، كل هذه الشوائب هل أثرت على الإقبال الجماهيري لاستخدام هذه التطبيقات، وما مدى جدية عمل الشركة على حل هذه الشوائب؟ يعني مثل ما شفنا، ما بتصور أنا شخصيا أنه تأثرت كثير الاقبال. هلا توداي في 2.6 بليون ديلي يوزرز على فيسبوك، اند ذا نمبر والرقم طبعا عم بيزيد لانه الناس بحاجه للسوشيال ميديا، صار جزء لا يتجزأ من حياتنا. بس شو عم تعمل فيسبوك تو يعني لحتى تخفف من مشاكل السوشيال ميديا؟ انا كوني كشخص يعني اشتغلت بهيدا هول الشركات، انا بتصور عم يعمل كثير وعم يحاول كثير، انه لانه هن بهمهم كثير الراي العام، بهمهم كثير يعني البرودكت تبعهم ما يكون له تاثير سلبي على اي شخص، بس يعني مش على طول بيكونوا قادرين يتحكموا بالاوتكم، يعني الناس شو بتعمل على السوشيال ميديا، كيف بتستعملها، التينيجرز شو بيأثروا على بعض، البولينج، يعني كثير هن بيحاولوا، بالعكس بيحاولوا كثير كثير انه ما يكون لها تاثير سلبي، بس بالنهاية مش على طول بيكونوا بالكنترول. بالطبع. المدير التنفيذي لشركة مايكروتك سوليوشن مصطفى نور الدين، كنت معنا من جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. جولتنا في الميادين نت نبدأها من موقعنا باللغة العربية، حيث تتابعون آخر التطورات والأخبار من لبنان وفلسطين، إلى جانب ملفات إقليمية ودولية وأخبار بيئية وصحية. من صفحة المقالات اخترنا لكم هذا المقال لأحمد الدرزي بعنوان من التنف معادلات جديدة، وينطلق الكاتب مما تمثله قاعدة التنف كأخطر قاعدة أمريكية في شرق المتوسط، وقد تفوق بقدراتها الاستخبارية القواعد العسكرية الاستخبارية البريطانية في قبرص. وفي صفحة الصحية نقرأ زيادة التفشي تختبر استراتيجيات كوفيد البريطانية. أما في صفحة الرياضة فتتعرفون
على أهم مباريات اليوم السبت في الدوريات الأوروبية وأكثرها إثارة. إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية حيث تتابعون آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم. في صفحة المقالات نقرأ هذا المقال للكاتب ستيف سويني بعنوان عمليات إطلاق النار في بيروت، كيف يخفي التلاعب الإعلامي الغربي اليد الغامضة للإمبريالية الأمريكية. وفي صفحة السياسة نطالع كيف يتم ترحيل المهاجرين الأفارقة في الإمارات العربية المتحدة. ومن صفحة الرياضة اخترنا لكم هذا الخبر، نيوكاسل يونايتد يطلب من مشجعيه عدم ارتداء الملابس العربية التقليدية. ونختم مع هذا الفيديو حول رصاصات الممثل الأمريكي أليك بالدوين التي أودت بحياة مديرة التصوير خلال تصوير مشهد سينمائي. إلى موقع الميادين إسبانول حيث نقرأ بالإسبانية أخبار العالم العربي وأمريكا اللاتينية والعالم. نبدأ جولتنا في الميادين إسبانول مع هذا الخبر، الخروج من الكومنولث، بربادوس تنتخب رئيسة جديدة وتتخلى عن النظام الملكي لتتحول إلى جمهورية. وفي صفحة المقالات تقرأون مقالا للكاتبة الإيرانية الأمريكية تريتا بارسي بعنوان كيف رفض بايدن سبيلا منطقيا للمضي قدما في المحادثات مع إيران. وضمن باقة فيديوهاتنا تشاهدون هذا الفيديو بعنوان كوبا نموذج في أمريكا اللاتينية حول حملة التلقيح الواسعة التي تقوم بها هافانا في مواجهة فيروس كورونا. الحدث هذا اليوم وجديد اليوم بعد الفاصل. مشاهدينا من جديد أهلا ومرحبا بكم إلى الحدث هذا اليوم، حيث نقرأ بين سطور عودة الحديث في تركيا عن عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري. ما خلفيات هذا الحديث التركي وما مدى ارتباطه بالأزمة الداخلية في أنقرة ولا سيما تدهور سعر الليرة التركية؟ ولكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم يصحبنا الزميل محمود واثق من اسطنبول في جولة على أبرز عناوين الصحف المحلية لهذا اليوم. صباح الخير إليك محمود. صباح الخير، شكرا آلاء. العنوان الاقتصادي احتل في الواقع عناوين الصحف التركية لهذا اليوم، ونبدأ مع صحيفة السوزجو التي عنونت تقاطر الأتراك على محال بيع الزيوت والسلع الأساسية بهدف تخزينها خشية من زيادة كبيرة في الأسعار في الأيام المقبلة. وإلى صحيفة بيرغون حيث نقرأ أعضاء في الكونغرس الأمريكي يحثون وزير الخارجية بلينكن على عدم بيع طائرات F-16 لتركيا. وفي عنوان آخر نطالع في الصحيفة نفسها، أردوغان يستهدف منصات التواصل الاجتماعي ويعتبرها خطرا على الأمن القومي التركي. ونتحول إلى صحيفة جمهورية التي عنونت تبادل الاتهامات بين المعارضة والرئيس أردوغان بشأن مخاوف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كليتشار أوغلو من ارتكاب جرائم سياسية للحيلولة من دون وصول المعارضة إلى الحكم. وفي عنوان آخر رئيس غرف الصناعة والتجارة التركي يعرب عن قلقه من تدهور العملة الوطنية وتأثيره المستمر على اقتصاد تركيا. ونختم جولتنا مع خبر ميداني من موقع صحيفة الصباح التركية يتحدث عن تحييد 6 مسلحين ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني شمال شرق سوريا. محمود، يعني بعد قرار البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة وكما تابعنا معك في الصحف تشهد الليرة التركية تراجعا تاريخيا، ما أصدى ذلك في الشارع التركي؟
يعني طبعا هناك أصداء هذا التراجع الكبير والانخفاض الحاد في قيمة العملة التركية مقابل العملات الأجنبية، تحديدا الدولار واليورو أصداؤها كبير جدا. أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية ترتفع وبشكل يومي بشكل جنوني جدا، وبالتالي تزداد الخشية لدى المواطن التركي من ارتفاع هذه الأسعار وعدم التمكن من شراء المتطلبات الأساسية اليومية له خلال هذه الفترة. هناك تراجع كبير للليرة التركية يترافق مع ارتفاع التضخم وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام في البلاد، وبالتالي القلق يزداد لدى أصحاب الدخل المحدود من عدم تمكنهم من شراء المستلزمات أو المتطلبات الأساسية واليومية، وبالتالي الخشية تزداد في تركيا من التراجع الكبير للاقتصاد التركي. هو الاقتصاد أصلا يعاني منذ أكثر من 4 سنوات، وبالتالي ربما تداعيات كورونا والارتفاع التضخم بالإضافة ربما إلى التدخل السياسي في قرارات البنك المركزي أدى إلى هذا التراجع الكبير. مراسل الميادين محمود واثق، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. أجدد الترحيب بضيفنا الصحفي المختص في الشأن التركي دانيال عبد الفتاح. إذن يعني في خضم أزماتها الداخلية التي سنتطرق إليها بعد قليل، أنقرة هددت بشن عملية عسكرية جديدة شمال سوريا لقضم منطقة عازلة بعمق 30 كيلومترا. ماذا تريد أنقرة من خلال التصعيد وإعادة تحريك جبهة الشمال؟ طبعا هناك العديد من الأهداف وهناك العديد من الأسباب لهذا التحرك. كما تقول أنقرة بأنها تريد الدخول في منطقة منبج وتل رفعت والسيطرة عليها لإخراج قوات قسد الكردية من هنا، ذلك بحسب رأي أنقرة لأن هناك تعرض لصواريخ وأهداف عسكرية تتعرض لانطلاقا من تلك المنطقة، وجنود الأكراد يسقطون جرحى وقتلى بسبب هذه الاعتداءات. لذلك تريد أنقرة أن تنفذ ما جاء في اتفاق أردوغان بوتين في 2011 الذي كان يقضي في سوتشي بأن يتم إخراج هذه القوات من منطقة غرب نهر الفرات، يعني القوات الكردية وقسم. هذا هو الترتيب العام الذي تعتمد عليه تركيا في الشرعية أو الذي تسوقه شرعيا، ولكن الهدف الأساسي طبعا هو إضافة إلى هذا الهدف المعلن، هناك طبعا أهداف أساسية هي إبعاد طبعا القوات الكردية. هذا من صالح أنقرة لأنها ستتمكن من السيطرة على تل رفعت والمنبج، أي أن هناك عملية فصل ستتم بين المناطق التي تسيطر عليها قسد في شمال سوريا، وعمليا ستتمكن تركيا من الوصول إلى حلب، إلى التأثير على مناطق واسعة في النطاق في حلب وبالذات الجانب الغربي. وهناك عملية أيضا ستفيد تركيا تكتيكيا، يعني على المساحة العسكرية هناك تكتيكات مهمة جدا تستفيد منها أنقرة. لذلك تقول بأنها تسعى حاليا للدخول في عملية عسكرية للتوسع في منطقة شمال سوريا، في طبعا تحديدا في تل رفعت. أستاذ دانيال، يعني إلى أي مدى يستخدم أردوغان هذا التهديد لتأجيل ملف إدلب والتواجد التركي والحديث عن التواجد التركي عموما في الشمال السوري إن لم يكن إغلاقه؟ ربما ليست عملية تأجيل لملف إدلب، لأن ملف إدلب ليس بيد أردوغان، هو ملف إدلب بيد موسكو ودمشق، وهو مقرر هناك يتخذ. أما العملية ربما تكون مقايضة، لا أدري، ربما يكون هناك نوع من المقايضة، ربما يكون هناك رؤية بأن طبعا الاتفاق الأخير، عفوا القمة الأخيرة التي حصلت في سوتشي بين الرئيسين بوتين وأردوغان لم تتوصل إلى إمكانية سحب القوات التركية من المحيط الطريق الواصل اللاذقية وحلب، فإذا هناك فشل في المباحثات، هذا ما تم الحديث عنه، ولم يتوصل الجانبان لموضوع حسم قضية إدلب. الجانب السوري والروسي يبدو من التحركات العسكرية أنه قد حسم الموضوع،
وسيدخل في عمل تحرير ليبيا. هذا الأمر ربما يكون دفع بأنقرة لأن تتوجه نحو المقايضة، فإذا كان لابد من تحرير إدلب ولابد من الخروج العسكري من إدلب فليكن ذلك، طالما أن إدلب هي في زاوية بعيدة غير مؤثرة تقريبا استراتيجية على الشمال السوري، فالتوجه ربما يكون بدلا عن إدلب أن تخرج في من إدلب والقوات التابعة لها وتدخل في تل رفعت ومنبج. هذا هو التصور الحالي للاستراتيجيين والأستاذ دانيال وراء العسكري يتحدثون به. استطلاعات الرأي تشير إلى أن ما لا يقل عن 70% من المواطنين الأتراك ضد سياسات أردوغان الخارجية والتي تصفها المعارضة بالمغامرات الدموية. إلى أي مدى بسبب هذا الضغط يقترب أردوغان إلى كبح جماح مغامراته في الخارج والالتفات أكثر إلى الشأن الداخلي؟ طبعا يعني ليست قضية المعارضة ب 70% وربما أكثر من 70%، يعني هنا أكثر من 70% هناك معارضة للسياسات الخارجية التركية، لكن ليس القضية بأن هناك رأي، يعني الأتراك لا يعرفون تماما ماذا يحصل خارج تركيا وكيف تتدخل تركيا وأين تخطف وأين تصيب، هم ينظرون إلى الوضع الداخلي، ينظرون إلى حالتهم الاقتصادية، ينظرون إلى الملايين التي تتدفق إلى تركيا من اللاجئين من أفغانستان، من الصومال، من السودان، من دول عربية، من سوريا طبعا موجودين في سوريا حديثا، من لبنان وهكذا، فهم ينظرون إلى أن كل هذا النوع من التدفق الذي يحصل ربما له علاقة بإخفاقات في السياسة الخارجية التركية أو ضمن قوسين ربما هو من مفرزات السياسه الخارجيه التركيه في الاقليم. لذلك ينظرون بان الوضع المتردي اقتصاديا والتدهور في العمله التركيه يقولون بانه من اسبابه هو التدخلات الخارجيه، هو المجهود الحربي الذي تقوم به تركيا في الخارج، هو من الملايين او مليارات الدولارات التي تنفقها تركيا على اللاجئين داخل الأراضي التركية، فلذلك يقفون ضد هذه السياسات وينظرون إليها بعين النقد. وطبعا المعارضة التركية تستفيد من هذا النوع من النقد ومن هذه المواقف وتؤيدها وتدعمها. نعم. بهذا الإطار يعني هو موضوع بالطبع. والآن مشاهدينا إلى جديد اليوم. في جديد اليوم أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي لن يمول الأسلاك الشائكة ونصب الجدران على حدوده بوجه المهاجرين. وفي ختام قمة للدول 27 في بروكسل قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن ثمة موقفا مشتركا للبرلمان الأوروبي حول عدم تمويل الأسلاك الشائكة والجدران، كما تطالب 12 دولة بينها ليتوانيا والنمسا. الصحفي المختص في الشأن التركي دانيال عبد الفتاح كنت ضيفنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة. بالحبر الجديد لليوم انتهى، بحفظ الله ورعايته.